يلا يا عمر يا ولدي اركب اركب طوالي. اطمن عليه الاول. هو كيف انت شايف طب من كله وجع منقوط عايزين نلحق نوديه المستشفى بجد. سكت عليك النبي يا عمر لا تركب. النبي يا عمر لو سالوك في المستشفى يبقى قول له ابوك. ما هو طبعا ابوي. اسمع يا اسطى نطلع من طريق الاسفلت على جنى طوالي يا اخوي تعبان ما هو ناقص خطخطه. انا اجي معاك يا ابوي. مفيش مكان عم حسن واخد نص العربيه خليك انت يا بكري. اسمع يا بكري هتعود على النجاح هتقول لعمك مغاورين مع رجالة العيلة كلهم ويحقق في موضوع سرقة الفلوس دي مع ناسنا الأول. هيه ناسنا اطلع يا اسطى يلا. اوعى بكري ربنا يطمنكم ويطمنا. يا ريس دياب يا ريس دياب. يا شوقي مالك؟ متهيألي في حاجة حصلت عند عائلة حسان اني قابلت شهيان ومغوري فكانهم جايين العزة لقيتهم حوضوا على بيوتهم من غير ما حتى يردوا علي السلام. دلوقتي بقى نعرف كل حاجة. يا ريس دياب الكابين وصل. لا مؤاخذة يا خواجة الحاني حاسب لا توقع. تعال يا خواجة يا رجالة شيلوا الشنط. تفضل يا خواجة تفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا 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 عمي وحشتني قوي. مرحبا يا كابين بندرية. عرفت يا ولد أخوي موت نافع؟ عرفت عرفت يا عمي. يلا الله يرحمه. يلا يا رجالة تفضل يا خواجات تفضلوا. مين دول يا عم؟ دول الضيوف يا عمي. بس ايه دول الضيوف اللي هنشوف على ايدهم الخير كله. السنيور لا مؤاخذة سنيور على طول بتلخبط في اسمك. كفاية تقول السنيور بس لان ما فيش سنيور غيري. شكلك مش غريب علي يا سنيور. يلا يا شوقي يلا خذ الخواجات وقعدهم جوا يلا وضيفهم. يا مرحب يا مرحب تفضل. عمي عايزين نشوف بيت نقعدهم فيه ويكون لوحديهم وبراحتهم. هم يقعدوا هنا كتير؟ كتير قول طوالي. دول يا عمي اللي هنشوف على ايدهم الخير كله. دول اللي هيرجعونا لايام زمان ايام الخواجة بيني. الخير هيعم على النجع كله ويحل لنا كل مشاكلنا. مش تقولك ده يبقى ما فيش احسن من بيت عمك سعدون. اهو بيت طويل وعريض وام جميلة قاعدة فيه وحدها. ام جميلة هتروح فين؟ ام جميلة نجيبوها تقعد هنا وسطينا ويا سيدي لو رست علينا اتجوزها اتجوزها وتيجي تقعد في البيت هي وبتها. يا سلام عليك يا عمي وجاي على نفسك قوي. يا سلام تخرب في اسم وراي. عيب عيب. ماشي يا عمي ماشي. على العموم هي مصلحة وفكرة زينة بس هتعمل ايه في رجاية امي ده نارهم هتجيد. كفاية انت بس اللي تعرف دلوقت وقدام شوية هنبقى نقول لهم بس قولي لها انت. ماشي يا عمي روح انت لام جميلة وخليها تفضي البيت على ما اقعد انا مع الخواجات جوا. اوامرك يا كابيل بندرية. بقول لك يا عمي ايه اللي حصل في بيت حسان؟ شايفهم كلهم راكبين الميكروباص ورايحين على البندر. شفتهم وانا جاي في ايه؟ مالهم؟ اكيد حصلت لهم حاجه عفشه. بقول لك ايه خلينا دلوقتي في ام جميله سيب عيله حسان بعدين. يلا عن اذنك. يا اهلا يا خواجه. طمنا يا دكتور الله يخليك. والدك يا باشمهندس؟ ايوه والدي احنا تحت امرك في اي حاجه يا دكتور بس اخوي يقوم بالسلامه. واضح انه تعرض لصدمه عنيفه سببت له الحرق. احنا ادينا له مزوجات للجلطه لغايه الحاله ما تستقر بعد كده هنعمل له اشعه قطعيه على المخ بس الموضوع طبعا هياخد وقت. يعني في امل انه يخف يا دكتور؟ باذن الله كل حاجه هتبان بعد الاشعه القطعيه بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. لا انتوا تجيبوا مناع يتصرف مع ابوه. اصبر شويه يا نسمه عقلي متخلبط دلوقتي. ايه اللي حصل يا عم ناجي؟ الصدمة اللي توصل عم حسان للحالة دي. بيتنا اتسرق يا ولدي. شقه 6 سنين في الأرض الجديدة كله راح في لحظة. اتسرق مننا يا ولد أكتر من 2 مليون جنيه. يا بوي كان بيتمنى يبني بيت كبير على الأرض كان بيحوش كل قرش علشانها. لا أنا قاعدة تحت رجلين أبوي أنا اللي هاخدمه. ممكن تخليك مرافقة معايا ونجيب لك سرير كمان. يلا بينا عم ناجي ندفع حساب المستشفى نشوفوا لكندا نبيتوا فيها للصبح. يلا يا شاهين. بيتوا فيها انت وشاهين واطلع طوالي على سوهاج عشان اشوف مناع وبلغه. ما انت صاحبه اكيد عارف مكانه. معقول هيقعد الفترة دي كلها في نفس المكان؟
ربنا عالم اذا كان عزل. يبقى العقل تبيت معنا الليله دي في اللقبه، ومن بكره الصبح تطلع المحطه، ومنها تطلع المزرعه اللي انت بتقول انها تبعه دي. فكره زينه برضو، معك فلوس لحساب المستشفى عم ناجي؟ ستار موجود يا ولدي، الفلوس اللي ما اتسرقتش دي هي اللي قبضناها امبارح من بيع الغله، لولا كده ما كناش قدرنا ندفع الحساب. قدروا لطف يا عمي، قدروا لطف. الحمد لله يا ولدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا، يا مرحب بالخواجات، يا مرحب. دقيقه واحده ولع النور. يا سلام، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تعرف يا خواجه، يمين بالله ومليك علي يمين، البيت ده مبني زي بيت ابوي بالظبط، عمي سعدون صمم يبنيه زي بيت ابوي. موقع جميل، اظن ده ورا بيوتكم على طول صح؟ احنا قصدينك ده يا خواجه، علشان يبقى بيت ابوي في الاول وبيت عمي في الاخر. ليه؟ علشان نحوطوا العيله ونحموهم. احنا اللي هنحميكم يا همام، بس هو عايز شويه توضيب. شوف يا خواجه، البيت ده هيكون بيتكم وهيكون مطرحكم، اعملوا فيه ما بدلكم. لا احنا عشان يكون بيتنا لازم نشتريه، ولازم يكون بعقود كمان. شوف يا سنيور، انا كلمتي بمليون عقد، انا الكبير هنا، محدش يقدر يكسر لي كلمه. لا معلش، لازم نشتري البيت والارض اللي حوالين البيت ونعمل عقود بكده يا همام. ايه وليه تكلف نفسك يا خواجه؟ انت مش قلت هتقعد هنا وقت الخطر بس، يعني وقت التشوين والحصاد ووقت البيع. يا مرحب يما، يا مرحب، نورت البيت. مش باين، ما انا كنت مرتاحه في بيتي لولا حكم الكبير. وهمام يحكم في اللي ملهوش فيه ليه؟ وليه يدخل بينا غراب وخواجات؟ اتخوت ده ولا ايه؟ اهو بيعمل لصالح العيله كلها، ولا عاجبك الزرع اللي كانت بتخيب سنه ورا سنه وما فيش قرش واحد؟ وهو عشان يعمل لصالح العيله يطلعني انا من بيتي ويخليني ضيفه بدل الضيوف؟ ويرد ضيفه مترحب بيها. في ايه يما؟ ده احنا نشيك على راسنا، واللي مش عاجبه يمشي هو. مين اللي يمشي يا بيه؟ ماشيش في ركبك. البيت ده بيت انا ورجايه من قبل جوزك ما يتولد، يعني لا انت ولا همام ولا امك اتحكموا فيه. ما تتحمقيش كده يا عجيله، ده انت صاحبه عايا، انا اللي هعود على بيتي واخليه يشوف له صرفه في ضيوفه، ان شاء الله يجيبهم هنا وسطيكم يعكنن عليكم ما دام ما تعرفوش حمد ولا شكرانيه. استني يما استني، دول قاعدين بره. همليني هو انا نقص حرق الدم ولو يبوس في خلقتي؟ ده انا صاحبه جميل عليهم. يما راحه فين دلوك؟ ارتاحي ارتاحي، طالعه على بيتي واللي يحصل يحصل. يما البيت مش ناقص مشاكل يا عم، احنا كسبانين، وان كان على البيت هنبني بيت احسن منه، وهناخد فلوسهم مرتين عشان تعيش في البيت متهني انت ومرتك الجديده. خلاص يبقى نبني البيت جارهم عشان تبقى عنينا عليهم دايما. جارهم ليه؟ عمايل الخواجات ما تلدش علينا، وكل ما بعدنا عنهم كل ما كان احسن. معاك حق. بابا بابا خبر يا ام جميل، لما خلقاتك رايحة على وين؟ مش هلقى راحتي غير في بيتي، رجعوني لبيتي، ما عايزاش اقعد مع حد. يا ام جميله بيتك خلاص بعناه للخواجات، والفلوس بتاعتها وهنبنوا لك بيت ساعدك. خلاص اتفقنا انا وهمام، توما البيت يخلص حنروح نقعدوا فيها على طول. ادخل يا ام جميله، ادخل يا حماتي، وتحمل شويه عشان المصلحه تمشي، وان كان على امي هنبه عليها ملهاش صالح بيكي. اتحمل وامري لله. ربنا يخليك يا ست الستات، وخلاص البيت هنبنوه اسرع من البرق، محيتي فلوسه حاضره، وبعد كده هنعلن جوازنا طوالي. يحضر لك الخير يا سبع الناس، امري لله. تفضل يا ست الستات، تفضلي. سلام يا سلام عليك يا عمي، طلعت واعر قوي. امال ايه يا ولد اخوي، حماتك دي ولا بنت البنوت؟ يالله هنيالك يا عمي. السلام عليكم يا بندرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا مغاوري، تفضل يا مغاوري. تفضل تفضل. ايه يا مغاوري، سمعنا عنكم حديد واغوشنا عليكم. في حد فيكم عمل الواجب والاصول وجه سأل عن اللي حصل؟ يا مغاوري، ما انتوا كمان عارفين ان احنا كان عندنا عزاء. انا لسه معاود من سفريه طويله، وقابلت مناع وشايع معايا هديه لابوه وامه. ايه ده؟
واللي دي فلوس جبتوها من وين؟ انت مالك؟ مالكش صالح بالفلوس دي؟ ليه يا صالح ونص يا همام؟ عشان انا عارف الفلوس دي فلوس مين؟ ما كانش العشمة بنت ريا تتقلبوا حرامية على اخر الزمن. يا بابا انت فهمت ايه يا مغاوري؟ فهم صح، وربنا بعت دلوقتي عشان اشوف فلوس حسان عنديكم. فلوس مين يا راجل يا مخلول انت؟ مخلول؟ كل حياك علي انا همام؟ علي الطلب بالدرك ندفعك الثمن غالي يا بنت ريا. وانت عايز تقول علينا حرامية ونقول لك متشكرين اياك؟ وانت كيف مش حرامية؟ حرامية؟ فلوس دي فلوس حسان 2 مليون جنيه لو ما رجعتوهاش الدفع هيغرق الناجع كله. سامعين يا بنت ريا؟ مغاورة افهمني. روح روح واتكلم على قد ايك، احنا لا يهمنا انت ولا نمشي عينك. سبته يمشي ليه يا ولد اخوي؟ لازم نفهموه الحكاية. عنه ما فهم، سيبه يغور. طول عمرهم بيسرقونا واحنا ساكتين. مناع كان بياخد نص تمن الحشيش لوحديه ويقسم النص التاني علينا يا عمي. ايه؟ وانت ايش دراك؟ امال انا جايب الخواجات معالي. الخواجات فهموني على كل حاجة، وفهموني كمان ان كل اللي يملكه مناع احنا لينا فيه وحتما لازم ناخده. انا هتجنن يا مناع بيه، ازاي تلحس الكلام اللي قلته في المؤتمر كده؟ الحزب يفقد المصداقية. وبعدين اتفضل يا سيدي، مليون شكوى من كل الجهات بسبب رفضك التعاون معاها. يعني الدولة تفتح المجال للاستثمار الاجنبي وسيادتك التابع للحزب بتاعي تكفله. يشوفوا لهم مصنع سماد تاني، عندهم مصنع منجبات، قالوا يعملوا المشروع تحت اشراف الحكومه. وماله؟ وناخد اصوات الانتخابات من اسيوط. جرى لعقلك يا مناع؟ امتياز وجاي للمحافظه، اسيبه لمحافظه تانيه عشان سبب هايف زي ده؟ وبعدين يا سيدي هم عاوزين قطاع خاص، ما عايزينش قطاع عام ولا دوشه القطاع العام ولا بيع القطاع العام. وانا ايش ضران ان المشروع دي مع مصلحه البلد ولا ضدها؟ كنت خبير بيروج انا ولا كيمياوي؟ ولا ده ولا ده، ولا الموضوع يخصك من اصله. ولو عاوز تعمل معهم عقد يجنبك اي اضرار او مسؤوليه، الحزب هيوقف جنبك بكل قوته عشان نحسن الصوره الوحشه اللي سعادتك حطتنا فيها. كل شروطك حطها في العقد، بس المهم الناس تشتغل وما يتقالش علينا بنعطل المصالح الوطنيه. لما يكونوا الخبراء كلهم اجانب ومحدش عارف بالظبط ايه هدفهم، يبقى لازم نقلق. مش مسؤوليتك ولا مسؤوليتي، دي مسؤولية اللي فتح لهم الباب وجابهم اصلا. سلامتك، ما تخافش، انا نسمة، احنا في المستشفى في جنها. اللي جرى يا بنتي؟ ما تتكلمش يا بوي، ما تتكلمش، ما تقطعش قلبي، ان شاء الله هتقوم وتبقى بخير. اللي جابني هنا؟ المهندس عمر هو اللي جابك هنا، وراح يجيب اخويا مناع، وانا وعمي ناجي قاعدين وياك، بس سمحوا لي بيت وياك. مناح ولدي، أنا عايز مناح. عمر إن شاء الله يجيبه، هو الوحيد اللي هيعرف يتصرف في النصيبة دي. الفلوس راحت، شق العمر كله راح، صحتك بالدنيا والأرض باقية. مين اللي ساردنا؟ نعرف نجيبه يا بوي، وهنجيب فلوسنا وحقنا، بس المهم تقوم بالسلامة. صباح الخير. صباح النور. هو الحاج فاق؟ الحمد لله، بتكلم معايا. عال عال كده، يبقى في امل كبير باذن الله انه نطمن ويبقى زي الفل يا رب. يا ريت بقى ما نتعبوش وخليه يكلم كتير. معلش يا حاج، سامحني، كل ده عشان خاطر مصلحتك. هقول ايه يا ولدي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه كده، ارمي حمورك على الله وان شاء الله كله هيبقى زي الفل. ممكن بقى تفضلي عقبال ما انت تشوف على الحاج. ها
عمر. ايوه. دخل بسرعه يا سامي. ماشي. سامي. اياك تخلي حد يخش علينا، فاهم؟ يا ساتر استر يا رب. يا ترى ايه اللي جابك يا عمر غير الشديد القوي؟ السلام عليكم يا منى. عليكم السلام يا عمر. وحشتني يا راجل. كمان. خير يا صاحبي. رميت الهم على كتافي وفتني يا مناع. وجعت قلبي يا عمر. ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خير. وهم كويسين؟ فاطمة كويسة؟ البيت فيه حاجة؟ انطق يا عمر. انا ما اعرفش حاجة عن التفاصيل. كل اللي اعرفه اني نقلت ابوك المستشفى عشية في جنة. والدكتور مش مطمن للحالة. ابوي كان قلبي حاسس. يلا يا عمر دلوقتي. يلا ربي يكمل في الطريق. انتوا واخدين ابوي على فين؟ نعمل له كات سكان. يعني ايه؟ اشعة المخ. يلا قري. يلا مخه. طب استنوا ادي معاه يا بوي. طب اعمل ايه؟ لحظات بس، لحظات وانا فاهم. في ايه؟ سيبهم بس نشوف شغلهم وهم هيخلصوا ورجعوه هنا تاني، وانتوا اقعدوا استريحوا. طب ما تستنوا اخويا مناع لما يجي. ده باش مهندس بيفهم في الحاجات دي وممكن ما يوافقش ويقول لي ازاي هملتيهم ياخدوا ابوكي كده. ما تخافيش، دي اشعة مهمة ولازم تتعمل عشان نعرف نعالجه صح. يعني يا دكتور دي مش عملية؟ لا يا ست، دي مش عملية، دي صورة كانوا رايح يتصور عند المصورات، بس احنا المصورات بتاعنا بيصور الجسم من جوه مش من بره. طب بالله عليك يا دكتور، هو حالته خطيرة ولا لا؟ اي حاجة في المخ ما بتبقاش سهلة يا مرعب، بس عامة بعد الأشعة هنعرف مدى الخطورة وإمكانية العلاج منها. مع السلامة. يعني ايه؟ أنا مش فاهمة حاجة. أقول لهم إيه لما يجوا؟ أقول لهم إيه؟ أخذوا أبويا مني كده وأنا قاعدة زي الخايبة. ربنا يسوقك يا مناع، ربنا يسوقك يا أخوي، أنت اللي هتلحقنا من المصيبة دي. أيوة يا مناع، أنت فين؟ ومين اللي بتزوره في مستشفى جنة؟ طيب بروفيسور فايهايزر قاعد قدامي وعايز يكلمك. معاك. شكرا. اهلا مناع بيه. انا طبعا مش عاجبك الميعاد اللي انت لغيته من غير ما تبلغني. ده رضوان باشا رئيس الحزب هو اللي حدد الميعاد. عموما مش ده موضوعنا، لان حتما جات لك ظروف بتشفع لك. انا هنا ليه؟ انا هنا كعميل وطالب منك انك انت تتوسط لي للهانم. عايز افتح حساب $50 مليون دفعة اولى مشاريع المنظمة هنا، وارجو بقى ان يكون ليك نصيب في التورته الكبيره دي. حاضر، اتفضلي يا فندم. الو. ايوه نورهان، اسمعيني من غير اي تعليق. الراجل قدامك ده داهيه، ما تديلوش الامان ولو بكلمه، وياك تقولي له اي حاجه خاصه بينا. ماشي. اخبار العيال ايه؟ خلي بالك منهم وسلمي لي عليهم عبال ما اجي. طيب يا ستي هكلمك بعدين. سلام. مع السلامه. مين نورهان دي يا منى؟ مرتي ام عيالي، اشتغل مديره في بنك ومن عيله كبيره جوه في سوهاج. وعندك عيال كمان؟ عندي حسان وتوفيق. السنة الجاية حسان هيدخل المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. بس لو عايز رأيي بلاش تجيب السيرة دي قدام أبوك لحد ما يخف. أبوك مش حمل صدمة تانية يعني. يا سيدي الأول نطمن عليه وعلى حالته. قول لي إحنا قدامنا أكتر من ساعة صح؟ تقريبا. طيب أنا لو نمت جارك هنا تتضايق؟ لا. نعم نعم. طيب. افرض الكرسي دي ونام. نعم انا زين كده زين. وامتى اقدر استلم دفتر الشيكات؟ اول ما التحويل يتم هتصل بحضرتك. يبقى دلوقتي المبلغ اتحول على المركز الرئيسي، ولو حضرتك اتصلتي هتتاكدي. معلش استحملنا، ده مجرد اجراء روتيني. انا فاهم، واتمنى اني اكسب ثقه البنك، واتمنى اكتر اني اكسب ثقه مناع بيه. ليه مش عارف ليه حاسس ان هو سيء الظن بيا وبيتعامل معايا بشيء من الحذر. لا ابدا، ده بس بيتهيألك. ويا ترى بيتهيألي برضه ان مناع بيه حذرك مني بالتليفون. ويحذرني منك ليه؟ هو في بينك وبينه حاجه؟ بس هو فعلا حذرك،
لأنك طيبة ما بتعرفيش تخبي مشاعرك، ومعاملتك ليها اتغيرت 180 درجة من ساعة ما كلمك. بس صدقيني أنا مش زعلان، أنا مبسوط قوي إنك بتثقي في كلام جوزك، صدقيه نفذيه بعد إذنك. بروفيسور حضرتك بتتكلم مصري كويس قوي زي ولاد البلد. اللي بيحب شعبه بيتقن اللهجة بتاعته. بعد إذنك. عايز معلومة مهمة من محافظة تانية عن مريض في المستشفى، مين اللي يقدر يجيبها لنا؟ مفيش غير دكتور علام، راجل صديق ومتعاون. اتصل بيه فورا. اوكي يا بروف. شوف لي يا ابني كده في حد دخل المستشفى اسمه حسان، مناع، بنداري حتى. تمام يا دكتور، في واحد دخل امبارح باسم حسان الحويتي، حاله فالج نصفي. ممكن تشوف لي مين اللي بيشرف على حالته عشان عايز منه تقرير ضروري؟ مدام مخه وعصابي يبقى دكتور علاء. اكيد اكيد ان شاء الله. شكرا. العفو. ألف سلامة عليك يا ابويا، يا ريتني كنت مت قبل ما اشوفك كده. بص عليك يا منى يا ولدي، هشوفك كل سنة مرة. غصب عني يا ابو منى، النهاردة مش هين هم لك أبدا. وحشتك. على طول في بالي لما غيرك ولا حاجة. كفاية يا ولدي، ما تحملش على أبوك في الكلام أكتر من كده. هو فين الدكتور يا عمي؟ عايز اطمن على ابوي. هاخدك دلوقتي ونروح له. مناه سرقولي يا ولدي 2 مليون. طهور الفلوس يا ابوي، عندي فلوس كتير ابدي لك اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يسيب اللي سرقنا يتهنى بسرقته؟ لا والله ما يحصل ولا يكون. صحة ابوي اهم يا عمي. يلا شوف الدكتور، عايزين نطمن على الراجل. من فضلكم يا جماعة، عايز ادي المريض الدواء، اتفضلوا ارتاحوا برا شوية. هما عاملين له الأشعة ولا لسه؟ خدوه بسرعة وقالوا هيعملوا بالحاجات دي ورجعوه بعد ساعتين. من ساعتها حبت عيني العسل، مش دريان بالدنيا، ما فاجش لحد ما انتوا جيتوا. أكيد ادوا له حقنة مهدئة. ليه؟ انت حضرت على مناع اخوي كيف؟ اسأل ما يتوش. بعدين مناع اخوك بقي حاجة كبيرة قوي، كل الناس تعرفه، ربنا كرمه من وسع. يعني ايه؟ فهمني. يعني بقي عنده مصانع ومزارع وعنده شركة كبيرة قوي. ربنا يزيدك ويحميك يا ولد ابوي. والله ما دام حالتك المادية كويسة يبقى انصحك تسفروا برا، لندن، باريس، ميونخ، العمليات دي بتنجح هناك اكتر. مسافر وان شاء الله امريكا، ما يهمش. عموما دي التقارير بتاعت الحاله، وهديك اسم دكتور في القاهره هيقدر يساعدك، يتصل لك بالدكاتره في الخارج ويحدد لك موعد. بس يا ريت تاخد له معاك الباسبور بتاع الحاج عشان يجيب التاشيره ويخلص الاجراءات. بس وريها يا دكتور مش هما يطلع بطاقه الاول. مش مشكله، طلع له بطاقه وباسبور. وما عندوش شهاده ميلاد كمان. مش مهم، انا هتصرف يا دكتور بعد اذنك. ربنا معاك يا ولدي. والله ما انا عارف هتعمل ايه ولا ايه، هتطلع لابوك وراك ولا هتنزل مصر تدور له على دكاتره؟ هعمل اي حاجه عشان ابوي يا عمي، انا عندي اصحاب كتير ليهم مناصب، امال يعني ايه مصالح مشتركه؟ همك تقيل يا ولدي، همك تقيل. أه.
يعني مناع خزني معاك لتاني مرة. في الحقيقة رحت له مكتبه وما لقيتوش، ومدير مكتبه قال إن ما عندوش فكرة. أنا كنت مجتمع معاه واتفقت معاه على كل حاجة، مالي أنا أمال مدير أعماله أنا؟ عموما أنا قدمت طلب للبنك بتحويل مبلغ دعم المنظمة 50 مليون دولار دفعة أولى. اتعشم على بال ما توصل الفلوس نكون خلصنا من العقد مع مناع عشان نبتدي شغلنا بقى. أوعدك يا بروفيسور فايهايزر إنه هيحصل. مناع مناع. ألو أيوة مناع بيه؟ ده موقف تحطني فيه مع البروفيسور فايهايزر؟ إيه؟ بتقول إيه؟ أنا بكلمك في إيه وأنت بتكلمني في إيه؟ يا سيدي عايز تصفر واحد للعلاج بره وملوش أي جد إزاي؟ يا سيدي حالات إنسانية على عيني وعلى راسي. يا عم ده الكلام معوش ده؟ مالنا الصالح بيه؟ واضح إن مناع في أزمة ومحتاج حد يقف جنبه. عايز يصفر واحد قريبه للعلاج بالخارج، وقريبه ده ما عندوش ورق. نعرف منين بقى إن قريبه ده ما كانش عليه حكم ولا إرهابي؟ في الظروف الأمنية اللي إحنا فيها دي المواضيع دي لازم تاخد وقت طويل. يتهيالي على بال ما تخلص الإجراءات دي يكون المريض توفى. بعد إذن سيادتك عندي شغل عايز أخلصه. وصلني خبر ان في عركة هتقوم هناك مع البندرية. تتعركوش هنا غربينا. انا عشان كده اخوي عايز اعاود هناك. ما عارفش اذا كان مغاوري لقى بينا صح ضد البندرية ولا بيتقلهم بالكيد. شمس يا شراجي الفلوس معلمينها. ما تتعبش نفسك يا ابوي، اكيد عمي هيعمل اللي في الصالح. تشغلش بالك اخوي بالنجع واللي بيجرى في النجع، خليك انت بس في همك التقيل ده. وعلى اي حال اطمن، مناع ولدك بيعمل لك ورق عشان يسفرك للخارج تتعالج هناك في بلاد الخواجات. انا كده ولا كده مطمن دلوقتي عشان وجود مناع وياه ومانيش عايزه هنا. روح يا عمي، روح انت واطمن، وطمنهم في النجح. كلهم ان ابويا هيطيب، ما عايزينش حد يشمت فينا. حاضر يا بنتي. شوف وشك بخير يا اخوي، شد حيلك. ايوه يا بوي، عايز تقول لي حاجه؟ قال المناع اخوك لا عمر يد الله لا حموت حموت. أحب على يدك يا بوي، ما تقولش كده. إن شاء الله أنا وإنت لا خلص. هتقعد سنة في شوت أجبات انت راخر. إيه ده مناع؟ عشان تعرف تفكر العصبية دي ممكن تخليك تعمل حاجات غلط. متغاظ يا عمر متغاظ، مش عارف أصفر أبويا كيف ولا أقول له إيه. أكيد في حل في الظروف اللي زي دي، يعني مثلا تكتب إقرار أو تعهد أي حاجة من دي. أنا كنت عشمان رئيس الحزب يخدمني. أنت ما قلتلوش إن أبوك؟ محدش عارف إن ليا أب ولا عيلة من أساسه. خد يا ولد، خد خلي باقي علشانك وحطهم في الشنطة يلا. طب وهتعمل إيه دلوقت؟ هعمل محاولة رسمية أخيرة قبل ما أخد أي قرار. فعلا الحالة دي محتاجة عملية سريعة جدا في المخ قبل الجلطة ما تتحرك. في المستشفى هنا فيها إمكانيات لعملية زي دي؟ فيها طبعا، بس بالتأكيد مش زي ورد. ومين أشهر دكتور بيعمل عمليات زي دي في العالم كله؟ بلا شك دكتور ديفيد كامول.
تستعد ان هو هيجي هو التيم بتاعه هنا اهو. الحاج غلاوته من غلاوه مناع بيه عنده. انت عرفت منين يا بروفيسور فرهايزر؟ اهلا مناع بيه. انا كنت بالصدفه عند رئيس الحزب وسمعتك كنت بتكلمه في التليفون وفهمت المشكله ايه. المشكله حلها سهل. الحاج ما يقدرش يسافر بره يتعالج، احنا نجيب له اللي يعالجوه لغايه هنا. يعني زي ما تقول كده هو العنايه الالهيه بعتتني لحضرتك. فجاه كده وانا قاعده مع ابوي لقيت حومه، حومه دكاتره على بهوات على خواجات، وطلعوني بره وتلموا على ابوها يا حبه عيني كانه حته لحمه. اكيد مكالمه مناع للمسؤولين جابت نتيجه. مناع بقى واصل. وانت ايه اللي جايبه معاك ده؟ وكل الوكل هنا ممنوع. ممنوع ده ايه؟ ده مناع بقى بيه. هم طلعوا، تعال نطمن عليه. لحظه من فضلكم، لما البروفيسور يخلص كلامه مع مناع بيه خلوكم تفضلوا. انا اللي مجنني وما قدرش يخش مخي. انت بتعمل معانا كده ليه؟ لانك واحد من ابناء المنظمه، انت وابوك الرئيس حسان. منظمه ايه؟ مش فاهم حاجه. خلاص عايز تعمل عبيط وتضحك على روحك نضحك سوا، ولكن المهم في الاخر هنتفق. ما اقول لك ايه، انا مشغول بابوي ما فاضيش الاتفاقات ولا غيره. ابوك هيتعالج وهيخف، ولو كنت لجأت ليا بدل رضوان بيه ما انا كنت حللت لك المشكله زي ما انت شايف. ده انت لو كنت عايز نصفره بره كنت صفرته لك. صفره كيف وهو ما عندوش ورق ولا ليه وجود اصلا؟ تليفون صغير ويجي لك باسبور رسمي وعليه تأشيرات الدول اللي انت عايزها. ده احنا منظمه جامده ومفيش اي حاجه مستحيله عندنا. اكيد طبعا، والا ما كنتش بقيت الخواجه فرايزر الخبير البيئي والزراعي. هديك بطلت تستعبط اهو يا مناع. حاجة بيني. أنا دلوقتي اطمنت عليك وعلى صحتك يا أبو مناع. يا سلام على الناس الكبار البركة دول اللي ما بيعرفوش يستعبطوا، مش زي الشباب الأشقية دول. مناع يا ولدي، إياك يا مناع. إياك إيه يا حاج؟ ده مناع واحد مننا، وأنت كمان. ولا نسيت أيام زمان لما كنا مع بعض في أسوان وانا حطيتكوا على اول طريق الخير؟ ما تقلقش نفسك يا ابوي، مفيش حاجه تقلق. بالظبط زي ما قالك مناع، مفيش اي حاجه تقلق. احنا اولاد منظمه واحده، نستحمل بعض ونشيل بعض ونحمي بعض وننسى الخلافات الصغيره ونبص على المصالح الكبيره. يعني بكره نمضي العقد. واذا قلت لك اني مش موافق وان احنا ما بقيناش تبعكم؟ عادي، هشتكيكوا للحكومه بتاعتكم، هقول لهم الناس دي بتتبرى مننا مع ان لحم كتافهم من خيرنا. وحدي الحكومه المستندات اللي تثبت وجهه نظري، والحكومه بقى هتحكم بينا بالعدل. قلت ايه؟ ندخل بينا الحكومه ولا نتفاهم بالمعروف؟ اجل اي حساب دلوقتي لحد ما هو يخف، وبعدين نبقى نتفقوا على اللي يريحنا من بعض يا خواجه بني. وبكره همضي لك على عقد السهاج. اولا بني ده مات واتقتل ومش عايز اسمع عنه، انا البروفيسور. وثانيا انت وابوك من هنا ورايح وبالامر تبع المنظمه. الواجب علينا نحميكم، والفرض عليكم ان كنتوا تسمعوا كلامنا. اظن كلامي واضح.